يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فهمت من الدرس أن التوسل بالميت لكن مع عدم صرف شيء من العبادة له أن هذا الفعل بدعة، فهل فهمي صحيح؟ نعم هذا صحيح. التوسل ينقسم إلى قسم إلى أقسام، لكن التوسل الممنوع ينقسم إلى قسمين: توسل إلى الله بتوسيط المخلوق دون أن يصلح له شيء من العبادة، وإنما يجعله واسطة فقط، هذا بدعة. أما إذا صرف النوع الثاني، إذا صرف شيء للواسطة من الذبح والنذر وغير ذلك، هذا شرك أكبر، وهذا الذي عليه القبوريون. تشوفونهم يذبحون عند القبور وينذرون ويستغيثون بهم نعم، فهذا شرك أكبر. نعم.